أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نطلق على الناس بأنهم شهداء أو يقال الشهيد فلان أو المرحوم فلان؟ لا، ما يقال الشهيد إلا بدليل من الكتاب والسنة أنه شهيد، لكن نرجو له الشهادة رجاء، لكن لا نجزم، لأن هذا من علم الله الذي لا يعلمه إلا هو. ولما كان شخص يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شجاعا ولا يدع للعدو شاردة ولا واردة إلا تتبعها، فأثنى عليه الصحابة قالوا: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فشق عليهم ذلك، شق عليهم ذلك، المجاهد الشجاع لبذل نفسه شق عليهم أنه في النار. تتبعه واحد بيشوف ينتهي عليه أمره، تتبعه فبينما هو يقاتل جرح جرحا شديدا فجزع وقتل نفسه، جزع وقتل نفسه. فعلم الصحابي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وقال: أشهد أنه رسول الله، لأنه أخبر أنه من أهل النار فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، صارت خاتمته أنه من أهل النار، سبق عليه الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق فيما بين أن يقال فلان والشهيد؟ وهذا مما يبطل قول الآن الانتحاريين اللي ينتحرون ويقولون هذه شهادة. اللي يقتل نفسه ما هو بشهيد، هذا قاتل نفسه والعياذ بالله، عليه الوعيد ومتوعد بالنار، كيف يكون شهيدا؟ ما يجوز الإنسان يقتل نفسه تحت أي ظرف وأي حالة، بل يصبر إلى أن يموت أو يقتل، أما أنه يقتل نفسه هذا لا يجوز، وليس شهيدا، هذا قاتل لنفسه. نعم.